هو أنا عندي زراعة أساساً. لا. هو أنا عندي ثروة حيوانية. لا. هو أنا عندي بذور. هو أنا عندي شو اسمه آليات للزراعة حديثة. فلاح مطلوب. يعني تصور انت كل شيء مالطي للفلاح وانت صدرين عليه القاقم قانون الامن الغذائي اللي صوت عليه مجلس النواب يعني ما نعرف شنو الموضوع حقيقه ما مستحقات الفلاحين وعلى اساس انتم مستحقات الفلاحين انت اول العام هم صوتوا راح نعطيكم من الشراء الاتحاديه ما اعرف شنو مال الاتحاديه وما اعطونا يعني الفلاح نعم القاقم عيد لي هي عيد لي هي حتى يسمعون المعنيين صدر القاقم على فلاحين لعدم تسديدهم القروض الزراعيه نعم رغم انه الفلاح يطلب الدوله فلوس الحنطه يا ما هاي والله كارثه الفلاح يطلب الحكومة فلوس الحنطة وهو بالسجن وهو مو علي القاقبوض يعني انت فلاح انت انطيته انت انطيته وشو انطيته يعني هو الودى المحصول للحكومة ما منطيه ما منطيه مستحقاته وصدرت علي القاقبوض لان انت ما انطيتك انت ما سددت للمصرف الزراعي